وسهلا بكم في المنصة التربوية السورية في محافظة حماة. سنتحدث اليوم عن الدرس الثاني الذي هو درس عيوب الرؤية. معكم المدرسة إيمان سكاف. قبل الخوض في تفاصيل الدرس سوف نتعرف على الطلاب الحضور معنا اليوم. غيث زيدان، حدين جمو، علاء أسبر، زين منصور، فيصل كحي. أهلا وسهلا بكم. سنتحدث اليوم عن عيوب الرؤية، لكن قبل الخوض في تفاصيل عيوب يجب علينا معرفة الرؤية الطبيعية. أين يجب أن يتوضع الخيال لحدوث رؤية طبيعية؟ تفضل يا فيصل. على الشبكية. على الشبكية، أحسن. ما هي صفات الخيال الذي يقع على الشبكية؟ محدي. حقيقي ومقلوب وأصغر من الجسم. أحسن، حقيقي ومقلوب وأصغر من الجسم. نلاحظ بالشكل العام في الرؤية الطبيعية بأن الخيال يجب أن يقع على الشبكية حتى تكون الرؤية واضحة. أول عيب من عيوب الرؤية الذي هو عبارة عن مد البصر. مد البصر يتصف الجسم في هذه الحالة بأن الخيال يمتد فيقع خلف الشبكية. إذا في حالة مد البصر نلاحظ من الشكل بأن الخيال يمتد فيقع خلف الشبكية. قطر كرة العين، نلاحظ بأن القطر الأمامي الخلفي لكرة العين يحدث فيه تضيق، أي أن القطر يقل أو ينقص، وبالتالي فإن الخيال يقع خلف الشبكية. يعالج المد بعدسات محدبة. نلاحظ في حال وضع عدسة محدبة كيف يتم العلاج ويصبح الخيال يقع على الشبكية فتكون الرؤية طبيعية. إذا في حال مد البصر، الأجسام التي لا يراها المصاب بوضوح، المصاب يرى الأجسام لكن لا يتمكن من رؤيتها بشكل واضح، هي الأجسام القريبة. يقع الخيال يمتد إلى خلف الشبكية في حال مد البصر. إذا يقع الخيال خلف الشبكية، هنا مكان وقوع الخيال. السبب له سببان، أما نقص طول المحور الأمامي الخلفي لكرة العين أو قلة تحدب الوجه الأمامي للجسم البلوري. ما دور الجسم البلوري في الرؤية؟ ما اسم الآلية؟ تفضل يا غيث. يقوم بالمطابقة. أحسن، له دور في عمليات المطابقة. يتم إصلاح مد البصر من خلال العدسات المقربة أو العدسات المحدبة. ثانيا في حال قصر البصر، قصر البصر يكون الخيال قصير لا يصل إلى الشبكية. في هذه الحالة نلاحظ بأن قطر العين يزداد، قطر العين أو قطر الأمامي الخلفي لكرة العين، فالخيال يقع أمام الشبكية. إذا الأجسام التي لا يراها المصاب بوضوح في حال حدوث قصر البصر هي الأجسام البعيدة، أما وقوع الخيال فيقع الخيال أمام الشبكية لا يصل إلى الشبكية فيسمى قصر البصر. السبب زيادة في طول المحور الأمامي الخلفي لكرة العين أو زيادة في تحدب الوجه الأمامي للجسم البلوري. يتم علاج أو إصلاح قصر البصر باستخدام عدسات مقعرة. مد البصر الشيخي أو القادع، من يصيب؟ من اسمه؟ مد بصر شيخي، تفضل. يصيب المتقدمين بالعمر. أحسن، يصيب المتقدمين في السن. إذا مد البصر الشيخي، تقل مرونة الجسم البلوري تدريجيا وذلك مع التقدم في السن. يصبح الجسم البلوري غير قادر على زيادة تحدبه مع اقتراب الجسم المرئي. بقاء قطر العين طبيعيا يتم معالجته بعدسات محدبة. يجب التنويه إلى نقطة بأن حالتي مد البصر، مد البصر الطمس أو مد البصر الشيخي، يتم كلاهما العلاج باستخدام عدسات محدبة. كما يتم التنويه إلى نقطة، في حالة مد البصر يمتد الخيال، يقع الخيال خلف الشبكية وبالتالي قطر العين يقل أو ينقص، بينما في مد البصر الشيخي يبقى قطر العين طبيعيا. هنا سبب مد البصر الشيخي هو فقط بأنه يكون غير قادر على زيادة تحدب الوجه الأمامي له. سنقوم بمقارنة بسيطة بين قصر البصر ومد البصر. قصر البصر، أين يقع الخيال في قصر البصر؟ مكان وقوع الخيال، تفضل يا علاء. أمام الشبكية. أمام الشبكية، بينما في مد البصر غيث؟ خلف الشبكية. خلف الشبكية، أحسن. كيف يتم إصلاح عيب قصر البصر؟ أي نوع من العدسات نستخدم؟ فيصل؟ المقعرة. المقعرة، بينما مد البصر محدي؟ المحدبة. المحدبة، أحسنت. إذن سوف نضيف بعض التفاصيل التي هي الأجسام التي لا يراها المصاب بوضوح في حالة قصر البصر هي الأجسام البعيدة، أما في حالة مد البصر فهي الأجسام القريبة.
ثانيا، وقوع الخيال، يقع الخيال في قصر البصر أمام الشبكية، أما في حال مد البصر يقع خلف الشبكية. السبب، في قصر البصر يزداد طول المحور الأمامي الخلفي لكرة العين إضافة إلى زيادة تحدب الوجه الأمامي للجسم البلوري، بينما في حالة مد البصر نلاحظ نقص طول المحور الأمامي الخلفي لكرة العين إضافة إلى قلة تحدب الجسم البلوري. كما تحدثتم بأن يتم علاج أو إصلاح العيب في قصر البصر بالعدسات المباعدة أو المقعرة، أما في حالة مد البصر بالعدسات المقربة أو المحدبة. أضرار العدسات اللاصقة، تعد العدسات اللاصقة عبارة عن عنصر تجميلي العديد من الناس تلجأ إليه، لكن هذه العدسات اللاصقة لها العديد من الأضرار. ما هي أضرار العدسات اللاصقة؟ تفضل يا غيث. ندوب وتقرحات والإصابة بالعدوى الجرثومي. أحسنت، إذن تسبب العدسات اللاصقة ندوب وتقرحات في القرنية إضافة للإصابة بعدوى لجراثيم متنوعة. سوف نقوم بختام لهذا الدرس بالحديث عن العلم والعلماء، وتحديدا الحسن ابن الهيثم الذي أثبت بأن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين وليس العكس، أن العين هي التي تستقبل الضوء وتحديدا طبقة الشبكية. ينسب له اختراع الكاميرا، كما أنه قام بشرح العين وتراكيبها ووظائف البنى التي تتوضع داخل العين. له إسهامات كبيرة في الرياضيات والبصريات وطب العيون. إلى هنا نكون قد انتهينا من درس عيوب الرؤية. كانت معكم المدرسة إيمان سكاف.